يسعد صباحكم مشاهدينا. اليوم الجمعة بداية نهار جديد، وقليل الأشخاص اللي بيقدروا يقولوا أنا اليوم ما عندي شيء. حتى إذا قررنا نبقى بالبيت كلنا بنعرف إن الشغل ما بينتهي، الأمور بتتراكم. واليوم الجمعة أنا نصيحة بعطيكم إياها هي قد ما فيكم حاولوا خلصوا شغلكم، وإذا ما خلصتوا معلي خذوا بريك يومين حتى ترتاحوا وتتسلوا مع كل الأشخاص اللي بتحبوهم، ونهار التنين نرجع لمسؤولياتنا ولا أشغالنا اليومية. على كل إن بالحياة دائما مشاهدينا في أشياء تستاهل انه نخصص لها شوي من وقتنا، مثل برنامجنا ام تي في الايف. هو مجله غنيه، مجله يوميه بتوصل على قلب بيوتكم وين ما كنتوا بلبنان والعالم. واذا كنتوا كبار او صغار نحن دائما بنفكر فيكم وبكل المواضيع اللي بتهمكم. ونهار الجمعه كثار منكم بينطروا فقره كابلز اللي من خلالها بنحاول نطرح ونعالج كل الامور او المشاكل اللي بيواجهوها اي ثنائي او اي كابل مزوجين. واليوم موضوعنا هو الشخصيه النرجسيه ضمن العلاقه زوجية. كيف فينا نتعاطى مع شريك أو شخص بفكر بس بحاله أو بحب بس نفسه؟ رح نطرح هالموضوع بكابلز اليوم. أما بسانتي رح نحكي عن مرض السرطان والمرأة الحامل، هل ممكن المرأة المصابة بمرض السرطان تنجب أطفال؟ وبهالحالة هل بتقدر تخضع للعلاج؟ وهون شو بكون مصير الجنين؟ أسئلة كثيرة رح نطرحهم على ضيفنا الدكتور لبيب غلمية. أما بهابنينج مشاهدينا اللي من خلالها بنقدم لكم جولة على أهم الأحداث الثقافية والفنية اللي عم بتصير بالبلد. اليوم رح نستقبل المخرج الشاب محمد دماضي اللي رح يخبرنا عن آخر عمل له اللي هو تعاون مميز بينه وبين الفنان جاد الخوري، معرض للفن التجريدي بعنوان كونكشن. تفاصيل أكثر خلال حلقتنا. أما هلأ شو رأيكم أنا وياكم ناخذ فكرة عن شو محضرتنا ستيفاني بفقراتها لليوم؟ ولكن قبل اسمحوا لي إلا صباح الخير. صباح النور، كيفك اليوم؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ منيحة. شو هالأبيض المنور؟ ابيض ازرق منور ازرق. انا شايفه ابيض. كلهم شايفين ابيض. ازرق لك ازرق كثير فاتح. صباح الخير لكل المشاهدين. رح خبركم شو عندي اليوم مع ناتالي ياغي. اليوم بدنا نحكي عن الخضار التقليديه بفصل الربيع، وعندنا دلال كنج بواتس كوكينج بدها تحضر لنا بولي بلساميك مع الكاري. حلو، طبخة جديدة. واليوم كمان الموعد المنتظر ستيفاني الساعة 12 الظهر مع زينة نمرود خبيرة التارو. نعرف كثيفة بتكون الاتصالات من لبنان وخارج لبنان حتى يعطي فكرة المشاهدين الورق شو مخبالهم من حول مواضيع كثيرة بتهمهم، الحب، الحظ، المستقبل، العائلة والعمل. أكيد نحن بنبدأ باستقبال اتصالات شوي قبل 12 ونعرف بتكون كثيرة، فكونوا على الموعد مشاهدينا الساعة 12 مع فقرة التارو. أما هلأ أنا وستيفاني فاني رح ناخذ وقفه قصيره بريك لعده دقائق وبنرجع مع اولى فقراتنا اللي هي اب تو ديت، اخبار منوعه من لبنان والعالم. خليكم برفقتنا. اخبار اخترنا لكم اياها مشاهدينا من لبنان والعالم ضمن فقره اب تو ديت. اول خبر هو عن الانتخابات النيابيه اللبنانيه او ما بعد الانتخابات. اخبار عم تجي شمال ويمين، شيء ما بيتصدق وشيء بيتصدق. هيدا مصير اصوات ناخبي بعلبك الهرمل بعد السادس من ايار بعلبك الهرمل مش مثل قبله، فالداخل الى قصر عدل بعلبك رح ينصدم باللي صار باصوات الناس. اسمعي هالخبر ستيفاني. آلاف الظروف اللي بتحمل أصوات أكثر من 186 ألف ناخب مبعثرة بباحة قصر عدل بعلبك من وقت انتهاء عملية الفرز، والمعنيين ما تعذبوا كلفوا حدا بحفظها أو إزالتها من أمام الناس. هالإهمال صار بعد أخذ ورد واتهامات بتزوير واختفاء وصناديق وزهورها، حتى بيّن بالختام اختفاء محاضر الفرز لبعض الأقلام ومنع لدخول مندوبي مرشحين وإعلاميين إلى حرم قصر العدل لمتابعة عمليات الفرز بأمر من وزارة الداخلية وقيادة الجيش، بالإضافة لتمزيق تصريح بعض المندوبين. وبنص القانون الانتخابي الجديد بالمادة 108 لجهة حفظ أوراق الاقتراع على أنه تحفظ لدى مصرف لبنان بصورة سرية، وشوفوا قد ايه هي سرية الصورة، ولمدة 3 أشهر من تاريخ إعلان النتائج. يعني لازم يضلوا الأصوات كلها تختفي لمدة 3 أشهر، ومن بعدها تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس
المجلس الدستوري. عدد من المرشحين بطبيعة الحال رح يقدموا طعن أمام المجلس الدستوري، وبغض النظر عن صحة هل طعن أم لا، السؤال هون بيطرح نفسه مشاهدينا، مين بيتحمل مسؤولية الإهمال المقصود حول نتائج الانتخابات ببعلبك الهرمل، وهل ممكن يطعن بنتائج الانتخابات بهالدائرة بعد ما تناثرت أوراق الاقتراع على الأرض بقصر العدل ببعلبك؟ ويلكم تو لبنان. 186 ألف صوت مبعثر على الأرض، شيء ما بيتصدق. تصدر قائمة فوربس الأمريكية للقادة الأقوى عالمياً ب 2018 يلي بتضم 75 اسم مؤثراً بالأحداث العالمية. بالمرتبة الأولى الرئيس الصيني كسي جين بينغ، بالمرتبة الثانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمرتبة الثالثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمرتبة الرابعة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالمرتبة الخامسة مؤسس شركة أمازون جيف بيسوس، بالمرتبة السادسة البابا فرانسيس، بالمركز السابع مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، بالمركز الثامن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالمركز التاسع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وبالمرتبة العاشرة رجل الأعمال الأمريكي لاري بيج. شايفوا صور لنزار قباني، نزار قباني ما قالوا عليها بهاللائحة، رح نخبركم هلأ عنه. في ذكرى غيابه 20 صور ووثائق جديدة لنزار قباني. من مع حلول الذكرى 20 مشاهدين لرحيل الشاعر السوري نزار قباني بلندن، ظهرت بالمدينة صور ووثائق ومقابلات رجعت الشاعر شاعر المرأة مثل ما لقبوه للأضواء من جديد من خلال أعماله اللي ترجمت لعدة لغات أجنبية. وتزامنا مع ذكرى رحيله 20 خصصت مجلة الجديد الثقافية اللي بتصدر بلندن عددها لشهر أيار للشاعر السوري اللي غنوا أشعاره كبار المطربين العرب مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفيروز وفايزة أحمد وطبعا القيصر كاظم الساهر. وحمل غلاف المجلة صورة كبيرة لقباني تحت عنوان الشاعر المتمرد 20 سنة على غياب نزار قباني، وبضم العدد مقابلة نادرة مع بنته الراحلة هدباء قبل رحيلها عام 2009، وتحدثت فيها عن تفاصيل الحياة الخاصة للأب، وقدمت لنا صورة غير مسبوقة عن الشاعر ببيته، بالإضافة لمجموعة من الصور منشوفها لأول مرة بالأبيض والأسود تستعرض مختلف مراحل الشاعر السوري مع فنانين كبار تعاون معهم عبر السنين. فبتأمل يكون موجود عندنا كمان بلبنان هالعدد حتى نشوفه ونحتفظ فيه. بيقدم محل للحلويات بواشنطن تملكه شقيقتين كب كيكس احتفالا بالزفاف المرتقب للامير البريطاني هاري والممثله الامريكيه ميغان ماركل ب 19 ايار الجاري. اسم المحل جورج تاون كب كيك، وبيقدم 12 قطعه كعك ملكي او رويال كب كيكس. وقالت احدى شقيقتين واسمها سوفي لامونتاني كان علينا تقديم شيء مميز احتفالا بهالمناسبه، واشارت بانه الزفاف الملكي المرتقب مهم جدا بالنسبه لها ولشقيقتها لانه نشأوا بكندا ومنذ صغرهم كانوا يهتموا بكل اخبار العائله المالكه. وعلى ما يبدو انه هالمحل الفريد من نوعه اثار شهيه محبي الحلويات وكذلك شهيه الصحافه يلي تداولت اخبار عنه. مهضوم الفكره، مهضوم الفكره، يعني هالحدث مش حدث بس بريطاني كبير، حدث امريكي كبير، لانه ميغان ماركل امريكيه، فحدث احتفال مشترك اذا بدك، وكل واحد بيعبر على طريقته. فيديو مع الكب كيكس والجاتويات، بعد بنشوف تي شيرتس وكل انواع الاكسسوارز بترمز لهالحدث المميز المنتظر. لعنة دون كيشوت بتنتهي بكان. قضيت محكمة بباريس أن المخرج تيري جيليوم بيقدر يعرض فيلمه The Man Who Killed Don كيشوت بمهرجان كان السينمائي بعد معركة خاضها جيليوم لمدة 20 سنة حتى يحول هالقصة لعمل أو فيلم سينمائي. ورحبوا المحبين والمعجبين بهالخبر باعتباره مؤشر على انه لعنه دون كيشوت انتهت اخيرا بعد ما اضطر جيليوم يوقف تصوير نسخه سابقه عن الفيلم من بطوله جوني ديب وفانيسا بارادي بوقتها عام 2000 بسبب سيول اغرقت موقع التصوير ومشاكل بتمويل الفيلم كمان. واعاد جيليوم تصوير الفيلم هالمره من بطوله جوناثان برايس وادم درايفر، واختاروا مهرجان كان السينمائي حتى
حيكون الفيلم الختامي لدورته الحالية نهار 19 أيار، ولكن دعوى قضائية رفعت باللحظات الأخيرة من منتج سابق بيقول أنه هو بيملك حقوق الفيلم، هددت مصير الفيلم وعرضه قبل ما يصدر الحكم. وإذا بعد ما اقتنعتوا مشاهدينا أنه عن جد في لعنة على هالفيلم، اسمعوا هالخبرية. جيليام البالغ من عمر 77 سنة تعرض لجلطة خفيفة الأسبوع الماضي، ولكن رجع غرد لاحقا وقال أنه هو بخير. وبعد صدور قرار المحكمة أكيد فرح جدا على التعب والجهود اللي قام فيها لمدة 20 سنة، وقال انتصرنا قانونيا، رايحين على كان ورح نحتفل ورح نكون الفيلم ختامي لهالمحكمة مهرجان العريق. فبعد جهود 20 سنة وتعب 20 سنة وحتى حياته كانت مهددة، انتصر بالأخير. بتأمل كمان نقدر نشوف هالفيلم هون. رح في صورة، فرجونا الصورة، فرجونا إياها كتير حلوة. واو، من الروشة. الطقس مشمس من دون تعديل بدرجات الحرارة، 25 درجة على الساحل اليوم. من أجمل معالمنا الطبيعية بلبنان. عنا ما في وقفة، رايحين دغري عند هورسكوب وتوقعات الأبراج.